بلد يعني. بقول هذا الكلام والعالم كله بيتابع القضية الأشهر في عالم فساد كرة القدم اللي متورط فيها القطري ناصر الخليفي اللي هو مالك نادي باريس سان جيرمان مع فالكا السكرتير العام السابق للفيفا، والمتهمين في قضايا فساد من بينها اتهام النيابة العامة لفالكا بالحصول من الخليفي من القطري ناصر الخليفي على فيلا بيقولوا عليها فاخرة جدا في جزيرة سردينيا، المقابل مقابل دعم الخليفي أو دعم قطر في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لصالح شبكة بي إن سبورت في مونديال 2026 و2030. طبعا الجلسات ما تزال مستمرة، لكن يبدو أن اللعبة انتهت وظهرت الحقيقة في واحدة من أشهر قضايا الفساد التي تورطت فيها قطر خلال السنوات الماضية. وقع الفاسد ومن يدعم هذا الفاسد، وبات الجميع يترقب حكم الإدانة وتبعات هذا الحكم. المدهش إن ده بالضبط اللي توقعه رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قبل حوالي عام من الآن. نتابع الفيديو وبعد الفيديو أستقبل ضيوف الفقرة. يعترف جيروم فالك بأن الخليفي هو من اشترى هذه الفيلا، شراء هذه الفيلا في مقابل ماذا؟ في مقابل طبعا حقوق البث التي حصلت عليها بي ان سبورت. مشكلة العقد ده ان هو بيتحقق فيه عند المدعي العام السويسري بتهمة الفساد والرشوة. العقد ده في واحد اسمه جيروم فالكا، ده مدير التسويق في الفيفا. الراجل ده كان بي ان راشياب فيلا في ايطاليا بتدفع له سنتين او ثلاثة. دي معلوماته ده مش احنا بنقولها. لا يمكن نسكت. انا عن نفسي كمواطن مصري اتحركت. احنا النهاردة اتحركنا، انا عن نفسي اتحركت بفريق قانوني مصري انجليزي. تم اتهام ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي ان وشخصية سياسية عالية المستوى رفيعة المستوى.